سلمى رشيد في ورطة بعد تلقيها للقاح. إليكم التفاصيل، فتابعوا الفيديو إلى آخره. فبعدما نشرت المغنية المغربية سلمى رشيد يوم الأربعاء صورة وثقت لحظة تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا. الصورة التي نشرتها سلمى رشيد على حسابها على الإنستغرام ظهرت خلالها جالسة على كرسي جلدي رمادي من النوع الرفيع، وهي تتلقى التطعيم في أحد المراكز بخلاف عموم المغاربة الذين تخصص لهم كراسي مهترئة في عدد من مراكز التلقيح، ما جعل تعليقات النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي تتقاطر عليها مستنكرة سياسة التمييز. وتساءل كثيرون عن مركز التلقيح الذي تلقت فيه المغنية سلمى رشيد لقاح كورونا في ظروف مختلفة تماما عن عامة المغاربة، واستنكروا استقبال مراكز التلقيح لعموم المواطنين في ظروف سيئة، حيث الازدحام والاكتظاظ وتخصيص كراسي حديدية أو خشبية للجلوس عليها في وقت تتلقى المغنية سلمى رشيد اللقاح جالسة على كرسي مكتبي مريح وفي ظروف جيدة جدا. وفي هذا السياق علق أحد النشطاء قائلا: بغيت غير نعرف فين كاين هاد التلقيح الفركس. وعلق ناشط آخر: ياك مراكز التلقيح كتكون عامرة ماشي طبيب اختصاصي وكرسي مرتاح. وأضاف آخر: بغيت نعرف غير فين كاين هاد البلاصة اللي مقادة والكرسي والطبيب بالبذلة ديال العمل. أنا يلاه درت هذا بحسيت راني بحال الحوالة ودخلونا نتلقحو من 7:30 ديال الصباح حتى 12 عاد ساليت.